السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم لك الحمد، ده نموذج من شغلنا إحنا، تأسيس وتشطيب محمد صلاح ديزاين كل حاجة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ثم اجتهاد مني طلعنا بالشكل الكويس ده. واللهم لك الحمد، ده كان هنا، ده مطبخ، ده كان باب، وهنا زي ما احنا قلنا قبل كده طبعا عشان خاطر اعرف اعمل يونت جوه محترم واعمل طرق الدخول للمطبخ واعمله باب كويس. ما قلتش ان اليونت بتاعي جبنا الباب في النص زي كده على كده، جينا هنا كده ان شاء الله هيبقى هنا مكان الثلاجه. عندي يونت تخزين فوق الثلاجه طبعا هنا اهو برضه، وعندي كلها ادراج تخزين، دي كلها ادراج تخزين. هنا الفرن الميكرويف، هنا دي طاولة تحضير الطعام، هنا البوتاجاز، ده مثلث الحركة اللي احنا بنتكلم فيه، واقف على البوتاجاز، يكون جنبي غسالة الأطباق، يكون جنبي الحوض، الاتنين في مكان واحد، ما ينفعش حد يلاقي حضرتك الحوض الناحية التانية. لا ده شغلنا احنا بقى، ده الديزاين بتاعنا، الرسم بتاعنا احنا. هنا عملنا مكان مجفف وغسالة ملابس، وممكن نحطها غسالة ملابس اتنين جنب بعض. الحوض بتاعنا هو طبعا ده خلاط، صرف حاجة محترمة جدا جدا يعني، الحالة معانا هانز صرف 4 بوصة. البيبة بتاعتنا بنحطها في الكورنر عشان خاطر ما تجيش تحت رجلي اللي واقف، لا دي جاية في الكورنر في التقاء الاتنين يونيت مع بعض. طبعا عاملين هنا اهو، هات هنا كده، طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه حضراتكم، محبس عمومي للمطبخ. كل قطعة بنعمل لها محبس علشان خاطر لو عندي صيانة لا قدر الله او اي حاجة. طبعا عندي ده هنا عشان خاطر الصرف، الحوض رامي على المباشر، فانا عامل له سيفون داخلي عشان خاطر يمنع لي الريحة والحشرات والكلام دوت. وطبعا حاطين الرولة دي مهمة جدا عشان خاطر ما تعديش اي تنفيس مع السيليكون، ما تعديش اي تنفيس لبره خارجي او حشرات او 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 الى اخره. طبعا احنا بره ان شاء الله هنعملها سيفون برده بالتراب معلق ان شاء الله باذن الله. ده هي ده كده شغل المطبخ معايا زي ما احنا اتفقنا، هو مثلث الحركه، ثلاجه في الاول، هنا بعيد عن الحراره، بعيد عن الميه، نطلع نخش الحمام. الحمام ده برضو بابه ما كانش موجود هنا، فبرضو اللهم لك الحمد اجتهدت ونقلته على جنب علشان يوفر لي مكان من التخزين هنا. طبعا هنا ده الحمام بتاعنا، هنا وفرنا مساحة علشان خاطر هنا ان شاء الله، يعني احنا كنا عاملين حساب ان هنا تركب غسالة، بس العميل فكر وقرر ان هو يحطها في المطبخ، فاستغلينا الحب بتاعنا للمرايه بتاعته بالشكل الجميل بتاعه. عندي يونت تخزين من تحت حاجه كويسه جدا، عندي هنا يونت اضراب تخزين احط فيها الشامبو، هنا برضه يونت تخزين احط فيها الشامبوات، احط فيها كل ما يلزم الحمام من تخزين، يعني بص مساحه يعني مفيش فيها اي كلمه، بتحاول تستغل كل سنتي موجود هنا، هيبقى موجود سمك الغسيل في الحته الفاضيه هنا ديت عشان ما حدش يقول انت ليه ما كملتش البيت معاك للاخر، لا هنا هنحط سمك الغسيل بحيث اللي يطلع من الشاور بتاعه ويلاقي المكان بتاعه اللي هيحط فيه سمك الغسيل بتاعه. هنا طبعا قلنا التخزين بتاعنا، هنا دي قاعده معلقه، طبعا ده كله من شغلنا احنا وتاسيسنا احنا. طبعا معايا الكونكت معايا شغال زي الفل اهو. طبعا هنا الشطاف، طبعا هو الطبيعي في الشطاف يكون يمين، احنا هنا جبناه شمال اجباري علشان ما عنديش قيمه هنا احط فيها الخلاط بتاعي، يبقى لازق جامد جدا في البانيو، فكانش هينفع اطلاقا يجي بالمره، فاحنا اجتهدنا وحطيناه على جنب. هو طبعا يجوز، هو مش غلط، هو جائز ولكن مستباح، يعني يمشي معاك الوضع ما يعملكش ادنى مشكله. طبعا عندنا السرير بتاعنا اهو سوفت، سرير التواليت معانا سوفت برضه شغال معانا زي الفل. وش البيبه بص حضراتكم، علشان لما باجي افضي البانيو، البانيو بيبقى مليان ميه، فلما بيجي يفضي مع البرقع دوت اللي هو حاجز المائي بتاع البيبه، بلاقيه البانيو بيطفح بره هنا رغاوي وصابون والكلام ده. دي بيبه اسمها عدم رجوع، نفس فكره الشيك فالفي بالظبط. بص نفس الفكره، الميه تنزل ولكن ما تعديش. بص اهو
الميه تنزل ولكن ما ترجع تيجي تطلع لفوق بص تلاقيها راح ترجعها قافله، ما تعديش اي حاجه من بره، يبقى الكبس كله نازل على البيبه يركب الشكل ده كده، والوش بتاعه النهائي برضه وش شكله شيك وقيم وحاجه ممتازه جدا جدا. طبعا عندنا ده هنا محبس الصندوق، لو عندي صيانه في الصندوق اقفل منه، ده المحبس الرئيسي بتاع القطعه اللي احنا واقفين فيها ديت، كل قطعه بنعمل لها محبس عشان لو في صيانه الاقي نفسي اعرف اقفل ما اقفلش القطعه كلها. طبعا ده البانيو، دي شركه ايدل ستاندرد اللي عامله الكابينه هنا، من افضل واقيم الشركات تعمل لك كابينه الشاور ايدل ستاندرد يورافين، خلاف ذلك او طول طيب احيانا، خلاف ذلك انت بتتاجر في الخساره مع الشركات الثانيه. في ناس محترمه جدا الا ما رحم ربي، يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع دوت. ده هنا الشغل، ده هنا كابينه الشاور بتاعتي، بفتح الكابينه معايا بارتيشن ثابت يمين وشمال، بفتح منزلق اخش الاقي الشاور بتاعي، تعالى هات هنا الشاور، خلاط دفن اقتصادي 2 مخرج، وانا مديله مخرج اوبشن زياده للهاند شاور. انا معايا الهاند شاور ممكن ينزل، معايا الهاند شاور زي ما انا عايز، اللي قاعد على الكرسي هنا داخل البانيو ممكن يركب يقعد ويبقى بيمسك الهاند شاور في ايده. عند الريم شاور خارج من الحائط مش نازل من السقف زي ما انتم متعودين معانا، طبعا العميل ان هو يبقى خارج من الحائط ما بقاش نازل من الجبسن بورد. الخلاط بتاعنا الصباب، بص هنا الصباب راجع بزاويه 45 برضه عشان ما يضايقش اللي نايم، ما يمسكش يعني ما يفكرش ان هو يعوره او يجرحه او الكلام دوت. عندي بص هنا كده الصباب احول الهاند شاور من الصباب، يعني بص بحول الهاند شاور من الصباب واحول الريم شاور من الخلاط. يعني ده كده احنا هنا ده الريم شاور نزل معايا اهو، بحول له من الخلاط، والصباب يحول لي للهاند شاور زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. عايز اطلع فوق بحط من هنا. طبعا خلاط اقتصادي، خلاط ممتاز جدا من شركه جروهي، حاجه قيمه جدا جدا جدا. الصباب بتاعي شركه محترمه جدا برضه، يعني ان هو يديني محول في الصباب عشان يديني اوبيا المخرج اللي هو بتاع المخارج، يعتبر اوفر سنه من الخلاط اللي هو السمارت بوكس اللي هو الجروهي اللي احنا اتكلمنا عنه، بنركب له الوش العيب برو او الوش الاسانس اللي هو برضه هاند ميكسر زي كده، مش التاتش الزراير، ده يعتبر اقيمهم واقتصادي شويه معانا. نخش نبص برضو جوه على حمام ماستر. طبعا هنا غرفه ماستر، ما كانش عندي هنا مكان حمام في المكان ده، كان ديزاين العماره اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، المبنى كله اشتغل حمام ماستر زي ما العبد لله عملته في اول شقه، كله اشتغل على نفس الديزاين اللي احنا عملناه اللهم لك الحمد. ما كانتش حاجه من الغرفه، كل حاجه في مكانها. الجنب ده اللي هو بتاع الحمام استغليناه نحط فيه الشاشه، تعمل فيه الديكور بتاعك، حاجه كويسه جدا قدام السرير. هنا عندي ده الدريسنج، يعني برضه حاجه كويسه، مش باين هو في حمام، يعني اللهم لك الحمد مش باين في حمام، حمام ميني صغير ولكن تخش من جوه فيه كل احتياجاتك وفيه كل حاجه. نتفضل نبص كده. حاطين حوض لسه هيتقفل تحت منه يونت واحده لتحت. عاملين سخان، هيبقى سخان فوري باك تو باك كابلاتش او سخان غاز كهرباء ايوما، ومرايه صغيره محندقه على قد الحوض. التواليت برضه محندق كويس، ما فيش حاجه زنقه في حاجه، كل حاجه جايه الستاندرد بالظبط. حاطين هنا ده هنا الموديل ده هنا التواليت بتاعنا روكا جاب برضه لسه هنا جاري العمل في تركيب وش وش البيبه زي ما احنا متفقين، بيبقى عدم رجوع علشان ما يعملليش مشاكل بقى في تنظيف الكلام حشرات القصه دي كلها. طبعا عندي هنا هو الخلاط بتاعي على اليمين بقى زي ما احنا متفقين، عشان انت عندك اوبشن انك تحط بنينا الجلسه حته صغيره بس على قد التواليت، الفراغ هنا قد الفراغ هنا بحيث السنتريه تكون ماشيه معاك حته واحده ما تلاقيش حاجه كده او كده. حطينا الشطاف بتاعنا اهو، بص هنا الشطاف، جيب العليقه بتاعته مخرج دفن بالعليقه بتاعته بحيث ما ياخدش معايا حيز، يبقى حاجه
صغير ميني بس واخد معايا كل احتياجاتي، معايا كابينة الشاور اهي برضه الشركه المصممه ليها شركه ايديال ستاندرد من افضل الشركات المصممه لكباين الشاور، وسعر العلبه اقتصادي جميل جدا يعني. عامل لي بارتيشن ثابت هنا وممر للدخول، شو اطلع ارجع لاخر ورا. بص عندي ممر حركه اخرج من الشاور، اخد الشاور بتاعي اخش الغرفه الاقي نفسي مفيش حاجه جايه في وشي، استخدم تواليت مستريح، هستخدم حوض مستريح، كله جاي معايا حته واحده. خدمنا الحظ ان احنا على واجهه جانبيه خلفيه، نقلنا الشباك. الشباك ده في العهد القديم كان في الوش هنا، طبعا طالما عندك امكانيه تطلعه بره الشاور طلعه. عندي امكانيه اشيله من الشاور نفسه اشيله، ما عنديش امكانيه بحطه جوه الشاور مش مضايقني في حاجه. كده كده لما بيفتح نص بيفتح معايا نص فتحه زي كده، ان هو بيهوي وفي شفاط ما بحتاجش منه في حاجه يعني، مش اللي هو محتاج بقى شباك يهوي وكده عشان حد يقول لي تكشف اللي بره والكلام ده. فلما دخلت جوه الشاور بتاعي اهو معايا حريه حركه، معايا اللي قاعد على التواليت، لا معايا مساحه 60 سنتي، لا معايا مساحه مستريحه جامد جدا، مش اللي هيقعد مش اللي هو هيخبط في اللي قدام منه، لا انا بقوم واقعد عادي مش ان انا بخبط فيها. عندي هنا كابينه الشاور، هات هنا عندي اهو كابينه الشاور فيها الخلاط بتاعي الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه، اتنين مخرج واخد منه صباب وطلع اداني هاند شاور، وطلع برضه في السقف اداني ريم شاور من فوق. طبعا كل الشو حضرتك شفته دوت ده شغلنا احنا تاسيس وتشطيب، وان شاء الله هحط اللينك بتاع الشغل التاسيس مع العنوان يعني، هتلاقوا ده مع ده. ده شغلنا احنا، ده نموذج من شغلنا احنا على ارض الواقع، تاسس وتشطب. المهم انك تاسس حلو، بس شطب لازم تشوف التشطيب قبل التاسيس عشان خاطر تطلع حاجه كويسه ويبقى انت عارف انت بتعمل ايه. ده شغلنا وده نموذج مننا احنا كديزاين كتصميم كاي حاجه عايز تقول قول، ده شغلنا احنا. فيعني يا رب يقول اعجابكم، وان شاء الله تابعونا على صفحه صباغ شاطر على فيسبوك وقناه صباغ شاطر على يوتيوب. شكرا.